عندما فقط وبمجرد أنك تنطق هاتين الكلمتين وتقول هاتين الكلمتين، تقول أنا الضوء. أنت لا تتصور مدى الصحة العظيمة التي تخترق كل خلية من خلايا جسمك الآن بمجرد أنك تقول أنا الضوء. جسمك عطشان ضوء أخي وأختي، جسمك عطشان ضوء، جسمك يريد هذا الضوء، لأن جسمك هو الضوء نفسه. ولكن وعي البشرية السلبي وأخطاء البشرية وعقائد العالم المادي جرد هذا الجسم من الضوء وأبدلها بتعاليم مادية محدودة وأفكار خاطئة، وبالتالي حرم هذا الجسم العظيم من ضوء الله العظيم. كل خلية من خلايا جسمك حقيقتها الضوء، إنها تفكر. كل خلية من خلايا جسمك تعيش وتفهم إن لها دور تؤديه، وهي أي هذه الخلايا تستلم أوامر باستمرار من طبيعة وعيك. نركز الآن، هذه الخلايا خلايا جسمك تستلم أوامر باستمرار من طبيعة وعيك، بمعنى تستلم أوامر من مستوى وعيك. فإذا كان وعيك ضوء، إذا كان وعيك ضوء فتعيش هذه الخلايا إنها ضوء، فتدفع الجسم إلى الأبدية، تدفع الجسم إلى الأمام أكثر وأكثر باتجاه الجمال والإبداع والخلود والسعادة، إلى التحليق، إلى العيش في أكوان الخلود والجمال. وإذا كان وعيك وعي مادي سلبي خائف، فتستلم خلاياك أوامر من هذا الوعي السلبي وتعيش هذه الخلايا الخوف والقلق، ثم تقرر هذه الخلايا أن تتقلص من إداء أعمالها بصورة صحيحة، ونرى الجسم بعد ذلك يكون ضحية ماذا؟ يكون ضحية الأمراض والموت. هنا يجب أن تعرف أنك أخي وأختي، أنك أنت لست الجسم المادي، جسمك حقيقته ضوء، لأن وعيك ضوء، فترى جسمك كله ضوء. هنا أنت تعيش الحقيقة المطلقة.